مساء الخير مشاهدينا، حياكم الله في حلقة جديدة من مساء الخير، وحلقتنا اليوم استثنائية بامتياز. صحيح. نعم، اليوم على الفضاء. اليوم حلقة استثنائية، أكيد احنا ننتظرها بكل شغف مثل شغف ضيفنا اليوم. فيها إنجاز، هو يمثل فخر لنا احنا كعرب، كخليجيين وكعرب، كمسلمين أيضا. احنا محظوظين اليوم بهذه الاستضافة. نعم. بالتأكيد يعني هذه احنا نعتبرها اليوم إضافة حتى لسيرتنا الذاتية الخاصة فينا. أكيد. يا اسماء مشاهدينا، ما نبي نطول عليكم. ولد عام 1983، وولد معاه شغف مختلف، شغف عانق عنان السماء بالمعنى الحرفي للكلمة. فحلم طبعا راودة، حلم فيه وأصر وسعى لتحقيقه، يعني وقد كانت يعني النتيجة لهذا الشغف المتبوع بالإصرار، يعني إصرار عيال زايد اللي لا يستهان به، درس لنا كلنا وقدوة لنا كلنا. علوم الطيران درسها، تفوق في جميع المراحل الدراسية حتى صار أصغر ضابط مدرب على طائرة F-16، واليوم هو أول رائد فضاء إماراتي، وهو مدير مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء. نعم. واليوم ونحن نستضيف في مملكتنا الحبيبة المنتدى الأهم والأبرز لعلوم الفضاء والمقام تحت عنوان الفضاء كعامل تغيير في الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية في المنطقة. يسعدنا نستضيف في الاستوديو أحد أهم ضيوف المنتدى ليحكي لنا قصة نجاح ملهمة خطت بحروف من ذهب فكانت مضيئة كالشهب وامتدت نور أثرها من أرضنا إلى السماء. قصة نحكيها اليوم مع رائد الفضاء هزاع المنصوري بعد هذا التقرير. في 25 من شهر سبتمبر لعام 2019 بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بكتابة حكاية نجاح أخرى تحاك خيوطها بجهد شبابها وفكر قادتها، فسمت باسم الإمارات ليعانق نجوم الفضاء. انطلق هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي للفضاء كأول مواطن إماراتي يقدم على هذه الخطوة لتكون الإمارات الدولة 19 على مستوى العالم التي تسافر إلى محطة الفضاء الدولية. ولقد حملت المهمة اسم طموح زايد، حيث استمرت 8 أيام رأى فيها هزاع مستقبلاً مشرقاً ينتظر الإمارات، حيث تسعى الإمارات اليوم لبناء قطاع فضائي إماراتي مستدام وقوي يساهم في تنويع اقتصاد الدولة ونموها، وبدوره يعزز الكفاءات الوطنية الإماراتية بأعلى التقنيات والمهارات. وكعادتها نجحت المهمة وعانقت الإمارات النجاح مرة أخرى لتمهد الطريق لإنجازات ونجاحات مستقبلية قادمة في مجال الفضاء. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، معنا في الاستديو رائد الفضاء هزاع المنصوري مدير مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء. يا هلا ومرحبا فيك. حياك الله رائد الفضاء محمد. طبعا هزاع المنصوري اكيد يعني شرفتنا كابتن. انا اللي اتشرف ومشكورين على الاستضافه، ودائما نحن نعتبر البحرين وهلها يعني بلدنا الثاني، فمشكورين على الاستضافه ونتمنى ان شاء الله اليوم نثريكم بمعلومات عن تجربتنا في مهمتنا الفضائية. حياك الله ونورتنا بإذن الله. أكيد بيكون لقاء جميل ومثري. في البداية طبعا يعني كلنا يمكننا في المدرسة سألونا نفس السؤال، إيش ودك تصير لما تكبر؟ خيالك في ذاك الوقت وداك الفضاء ولا لا؟ أمانة لا، يعني الواحد يعني لو يرجع بالزمن يعني في نهاية الثمانينات والتسعينات المهمات الفضائية في وطننا العربي كانت محدودة. يعني احنا نستذكر مهمة الأمير سلطان بن سلمان في 85، محمد فارس في 87، ألهمونا صراحة يوم شفنا قصصهم في كتب الدراسة. جميل. ولكن ما راودني للحظة أني يمكن أنا أكون رائد فضاء. الحلم كان موجود أمانة، ولكن أن أنت تخيل نفسك تكون هذا الشخص هذيك الفترة كان نقدر نقول من سابع المستحيلات. نعم. يعني طموح زايد، اسم يعني اسم ثقيل، اسم مهم، اسم ملهم للأمانة.
اسم المهمة التاريخية اللي تصدت لها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بإرسال يعني أول عربي لمحطة الفضاء الدولية. لو بنتكلم عن أهم اللحظات في هذه المهمة. بلا شك قبل ممكن أتكلم عن اسم المهمة طموح زايد. نحن دائما في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم نستذكر المغفور له الشيخ زايد نستذكر كثير من المواقف. في مجال الفضاء دائما نستذكر صورته ولقاءه مع رواد الفضاء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في السبعينات. نعم. يعني تخيل في ذيك الفترة دولة الإمارات توا قائمة كدولة تبني شوارع ومدارس ومصانع. المغفور له رؤيته كانت بعيدة. دعا رواد فضاء كلمهم وسألهم عن الفضاء والصورة هاي خلدت في كتب الدراسة في الكتب كلها في التاريخ. هاي الصورة ألهمتنا. الحلم هذا كان موجود من بداية الاتحاد. فرأينا أن لازم تكون المهمات الفضائية المأهولة تحمل طموح زايد. الحمد لله حققنا هذا الطموح ومستمرين في تحقيقه. نعم. ودائما الاستعداد للمهمات الفضائية يعني ممكن نقول عنه يبدأ من الصغر. يعني نحن ممكن نتكلم عنه نقول يمكن حلمك هذا أنت كيف تبني عليه، كيف تبني عليها أهدافك. الحلم إذا خليته من دون ما تغذيه بالمعرفة والعلم ما بتوصل أي صحيح. لأي شيء، ولكن الاستعداد يبدأ من هذيك الفترة من أيام من صفوف الدراسة من أهل العلم والمعرفة من البيئة اللي حولك ومن ثم تبني عليه. شو هدفك؟ شو مهنتك اللي تبغى تقيم عليها؟ دائما يسألوننا طلاب المدارس والأطفال يقولون في الجامعة تخصص اسمه تخصص رواد الفضاء. أقول لهم لا ما في، أي تخصص بتدخله وبتكون متميز فيه وبتبدع فيه يأهلك أنك تدخل وتستوي رائد فضاء. جميل. وإحنا طبعا كلنا فخورين بهذا الحلم اللي تحول إلى واقع اليوم إحنا نعيشه وفخورين فيه كخليجيين وكعرب أكيد. إذا بنتكلم عن المهمة المتعلقة بالرحلة الاستكشافية إلى محطة الفضاء في ذاك الوقت، يعني أكيد كان في مسؤولية، كان في رهبة، كان في مشاعر مختلطة، فخلنا نتكلم بالتحديد عن هذه المشاعر. والله أخت أسماء يعني يمكن الواحد ما يقدر يعني يوصف الشعور. نعم. خليط من الشعور، يعني أنت على قمة صاروخ قاعد تسمع ممكن يكون اللحظة اللي أنا ما يعني أبدا ما أنساها مخلدة في تاريخي. على قمة صاروخ تسمع العد التنازلي باللغة الروسية، تدريباتنا كانت كلها باللغة الروسية. نعم. الكبسولة هذه من الداخل الأجهزة المعدات قراءة العدادات كلها باللغة الروسية، فكنت تسمع العد التنازلي باللغة الروسية. فيوم وصلوا للصفر يعني كان الوقت وقف، يعني الحلم اللي كنا نحلم فيه اليوم حقيقة الحين. نعم. على بعد ساعات عن الإطلاع عن الوصول للفضاء، على بعد ساعات عن أنك توصل لمحطة الفضاء الدولية، أنك تمثل مو بس أهلك ولا تمثل وطنك، قاعد تمثل الوطن العربي كله. صحيح. حسنت. فكانت خليط من مشاعر فخر واعتزاز فرحة، تعرف أن أبنائك يطالعونك، تعرف أن أطفال الوطن العربي كلهم يشوفون رائد فضاء عربي يتكلم لغة عربية يصل للفضاء. نعم. يعني فخر، يعني أن شيء كأنك أنت اليوم قاعد تمثلهم كلهم. صحيح. وتقول لهم ما في شيء مستحيل، يمكن نحن بدينا هالشيء قبلنا رواد بدوه، ولكن متأكدين الحين هاي الفترة اللي نعيشها الحين هي فترة مختلفة، فترة عصر الفضاء الذهبية في المنطقة. صحيح. فلازم نستغلها صح. فكنت جدا سعيد صراحة، أتذكر لما وصلت الفضاء كلمت أبنائي، كنا أقدر أتواصل وياهم، فكلمتهم بالاتصال الهاتفي فقالوا بابا أنت الحين في الفضاء؟ أقول لهم أنا في الفضاء قاعد أشوف الأرض، قاعد أشوف في منظر واحد من المحطة، المحطة على ارتفاع 400 كيلو. نعم. ولكن تقدر أنت تشوف الليل والنهار في هذا المنظر. نعم. تقدر تشوف أهرامات مصر، تقدر تشوف البحرين ما شاء الله في منظر واحد، شيء عجيب. يعني تقدر تشوف وطنك العربي، تقدر تشوف دولتك، تقدر تشوف أهلك، تقدر تشوف مناظر مختلفة في 90 دقيقة. جميل. احنا متواصلين معاك رائد الفضاء العربي الذي جانا من دولة الإمارات العربية المتحدة هزاع المنصوري، بنسبح إن شاء الله في يعني هذا اللقاء
المرتبط بالفضاء وبهذه المهمة التاريخية، ولكن استأذنك عندنا تقرير مشاهدينا في ظل سعيه المتواصل لتحقيق الرؤية اللي وضعتها الإمارات العربية المتحدة لمجال الفضاء، تم إطلاق العديد من البرامج التي تخدم وتساهم في تحقيق أهداف هذه الرؤية، ومن ضمنها برنامج الإمارات لرواد الفضاء. لنتعرف على أهداف هذا البرنامج في التقرير التالي. في سعيها المتواصل لتأسيس البنية التحتية لقطاع الفضاء الإماراتي وتأهيل رواد الفضاء الإماراتيين، وضمن حزمة من المشاريع التي ينفذها البرنامج الوطني للفضاء، تم إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء عام 2017 سعياً لتحقيق عدة أهداف أبرزها: أولاً، تأهيل الدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين للسفر إلى الفضاء بعد مسارات تدريبية مكثفة. ثانياً، إرسال رواد الفضاء الإماراتيين إلى الفضاء بهدف القيام بتجارب علمية تعود بالنفع على البشرية. ثالثاً، تشجيع ثقافة الاستكشاف في دولة الإمارات وتحفيز وإلهام الأجيال الشابة. رابعاً، ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة. خامساً، دعم رؤية دولة الإمارات القائمة على بناء مستقبل يعتمد اقتصاد المعرفة. ويعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، حيث يسعى لتأهيل الكوادر الوطنية للمساهمة في التجارب العلمية التي ستعود بالمنفعة على البشرية مستقبلاً. عودة لكم مشاهدينا، لنستمر طبعا في هذا اللقاء مع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري. طبعا يعني في 2017 وبالتحديد في برنامج الإمارات لرواد الفضاء كان في نقطة تحول في حياتك، فكلمنا عن هذه التحول اللي صار قبل وبعد هذا البرنامج. دائما الإنسان أتوقع يعني دائما يكون في بيئة متمكن منها، أي بيئة كانت، ويكون في يعني في نطاق الراحة، صعب أن يطلع منها نطاق، يعني صعب أن يغير. صحيح. فأتذكر في هذيك الفترة في 2017 أنا كنت في معرض دبي للطيران، دبي إيرشو، كنت أقوم بالعرض الجوي على طائرة F-16. نعم. يعني أنت كطيار هذه قمة الإنجاز، أنك نعم. تكون طيار عرض جوي، تقوم بالطيران بطائرة F-16 على ارتفاعات منخفضة، سرعات عالية، وعندك جمهور، يعني 7 دقائق كانت يعني جدا صعبة على أي رائد طيار أن يقوم بها. تركيز عالي، أرقام لازم تحفظهن، ودقيق يعني لازم تكون في عملك. في نفس ذيك الفترة تم الإعلان عن برنامج رواد الفضاء، فكان عندي يعني قرار صعب، وهذيك الفترة طبعا البرنامج توي جديد في الإمارات. نعم. فأنك أنت تخرج من نطاق هذا مجالك اللي أنت فاهم فيه متمكن منه وتتخذ هذا القرار، كان قرار صعب. شاورت زملاء عزيزين علي، شاورت أكيد أم العيال لأنها جزء من هذه المهمة، لأني أنا بسافر أنا بتكون هي المسؤولة. أذكر شاورت الوالد والوالدة، يعني لأنه قرار جدا صعب، لأنها بأخذهم معاي كلهم في المهمة. صحيح. هاي مستحيل يعني ما شاورهم، واتخذت القرار أني أقدم. 4000 شخص قدموا، وكان المطلوب أنهم يختارون 2، فكنت كل مرة أحسب نسبة نجاحي من هذا، ولكن الأمانة ممكن الأشياء اللي عززت يعني مكانتي هي القدرات اللي اكتسبتها. نعم. من مهنتي السابقة. جميل. الدعم اللي حصلته من الأهل. نعم. الثقة اللي عطوني إياها خلتني أكون واثق أنه بيتم اختياري. طبعا اختيار رواد الفضاء يتم على مراحل مختلفة، يشوفونك انت من الخبره اللي مكتسبينها. رواد الفضاء يمكن يوم من اي مجال، يعني ودائما نحن نركز على المجال العلمي. نعم. يعني اذا كانوا في مجال علمي او تقني. نعم. له خص بالفضاء يكون افضليه. صحيح.
رائد فضاء أو طيار مثلاً، مهندس، عالم، باحث، في مدرسين كانوا في ناسا طبعاً، انحر رواد فضاء كانوا مدرسين في مدرسة. صحيح صحيح. فالمجال بغض النظر إذا أنت متميز فيه بيكون لك أفضلية. نعم. الشيء الثاني قدراتك البدنية لازم تكون جداً عالية، في الفحوصات الطبية لازم تكون يعني توب أوف ذا توب، خلاص ما في مجال يعني. نعم. يعني حتى أصعب من اختيار طيارين المقاتلين. الشيء الأخير والمهم جداً شخصية هذا الإنسان. هل هو يعني يقدر يشتغل في بيئة من مع رواد فضاء من دول مختلفة؟ لأنك أنت بتعمل مع رواد من دول مختلفة، بيئات مختلفة، عقليات مختلفة، ديانات مختلفة، فلازم يكون عندك القابلية لتفهم الآخر. نعم. عندك القابلية أنك أنت تقدر تستوعبهم، ولازم تكون متواضع. نعم. يعني أنت المهمة هذه أنت تعطيك يعني أفضلية على الجميع، ولكن لازم ما تنسى يعني أنك أنت شخص عادي في النهاية، ولكن ياكل باجتهادك وصلت. صحيح. وأكيد، ولكن يذكر الفرصة هذه. صحيح. صحيح. فبعد سنة من الشورت ليستد اللي استوت يعني قاموا يقلصوننا ليه ما وصلنا إلى تقريبا 9 مرشحين. نعم. أتذكر يعني رحنا على روسيا للفترة الأخيرة من السلكشن من الاختيار. نعم. وبدينا يعني أصعب مرحلة في روسيا كانت يعني المرحلة اللي صعبة. ليش؟ لأنه كان ندخل على يعني دكاترة أطباء ويفحصوننا. كل طبيب في هناك 2 من أطباء هذيل في كل تخصص، العيون 2 يشيكون عليك، الأذن والأنف والحنجرة 2 يشيكون عليك، دبل تشيك. وكنا ما نعرف روسي، يتكلمون كلهم روسي، كنا بس نسمع كلمتين يا بلوخة يا خرشو، والكلمتين معناتهن أوكي مو أوكي. هذيك الفترة ما كنا نعرف. فالحمد لله يعني الحمد لله تم اختياري انا وزميلي سلطان. وفي الاعلان كنا في الطياره سهرين عروس نبدا تدريبات. الحمد لله. يعني مرحله التدريبات انت الان تجاوزت كل المراحل المطلوبه للوصول الى مرحله التدريب، بالتاكيد هي تمثل يعني نقطه تحول. يمكن ايضا انت يعني انت ذكرت في سياق كلامك ان التفوق في حد ذاته في اي مجال قد يرشحك لان تكون رائد فضاء، وهذه حقيقه ترجمتها بالفعل. انت تم ترشيحك للتدريب على او التدرب على طائره F-16 في امريكا لمده 3 سنوات. نعم. هذه محطه مهمه ايضا، خلينا نمر على هذه المحطه وصولا الى مرحله التحضير، التدريب والتحضير وكواليس ما قبل الرحله. ما علي طماعين احنا شوي، لكن المهمه تاريخيه وانجاز نفتخر فيك عليه بلا شك. طبعا دائما احنا يمكن لاني انا من سلك عسكري شويه دائما حازلهم، ولكن التاهيل اللي حصلته في القوات المسلحه عسكري يعني يحصل التاهيل يعطيه قدرات مختلفه طبعا، يعني من ناحيه الناحيه القياديه. نعم. من ناحيه التاهيل البدني، من ناحيه التدريب، ويكون عندك تحمل، يكون عندك انضباط، وهذا كله مطلوب عليك انت كرائد فضاء. يعني بديت تدريباتي انا على طائره F-16 في الولايات المتحده الامريكيه في اريزونا، وكانت تقريبا فوق السنتين يعني تقريبا 3 سنوات. فكانت هاي التدريبات جدا جدا صعبه، ولكن تعلمنا الكثير منها. صحيح. تعلمنا ان نتعامل انت مع الاطقم المختلفه من دول مختلفه، عندك المهارات الكوميونيكيشن، لانك انت حتى في المحطه لازم يكون عندك مهاره التواصل مع المحطات الارضيه كرائد فضاء، فهذا جدا مهم. فهاي كلها اعطتني افضليه في الاختيار. يوم بدينا تدريباتنا في المهمه الاولى في روسيا، طبعا يعني رواد الفضاء يعني شو اقول لكم، يعني دائما يعني رائد الفضاء في المحطه هو المذيع نفسكم، ولا قصرهم فيكم، ولكن نحن نتعلم حتى نلقي نتعلم، لان نحن نتكلم متحدث رسمي مو بس مذيع، متحدث رسمي باسم الموقف، ومثلا نتكلم نقول للجمهور شوفوا هاي محطه الفضاء الدوليه، ونحن المصورين اللي خلف الكواليس نصور احيانا لزملائنا، نحن اللي نصور لكم كوكب الارض، نصور الدول المختلفه، صورنا البحرين في المهمه الاولى في المهمه الثانيه. نعم. فصور مختلفه للارض. نحن المهندسين، نحن التكنيشنز اللي الله لا يقول استوى شيء في المحطه نحن نصلح، نحن اللي ايدين وعيون العلماء في المحطه،
أنت حتى يعني تقوم بكل هذه الأمور أنت ما حد عندك هناك، يعني فأنت عليك يعني مهارات مختلفة لازم أنت تتعلمها، بالإضافة إلى حتى تتعلم لغة جديدة وهي اللغة الروسية، فلازم كلها تتعلمها. زائد نحن نسميها المهارات الـ يعني التواصل، مهارات التواصل. نعم. أنت كيف تتعامل مع فريقك؟ لأنك بتتعامل مع شخص يمكن من روسيا، شخص من الولايات المتحدة، ثقافات مختلفة. إيه ثقافات مختلفة. نعم. فلازم تفهمهم. والجميل في مجال الفضاء كنا عندنا هدف واحد يعني هو الاستكشاف، التجارب العلمية في المحطة، فعندنا الشغف نفس الشغف. نعم. فسبحان الله بغض النظر عن اللغة اللي نتكلمها عندنا لغة ثانية متفقين فيها هي الاستكشاف والعلم. حلو. وهذا جدا جميل يعني، وهذا التمسناه في تدريباتنا وفي المهمات الفضائية. قبل المهمات الفضائية دائما في فترة يسمونها الكوارنتين، والحين العالم كله يعرف يعني العزل. هاي العزل، العزل الطبية. احنا دشينا في الكواليس صح؟ ايه تفاصيل الكواليس. نعم. فأتذكر يعني قبل المهمة شلونا بأسبوعين، شلونا من موقع التدريب اللي في روسيا خارج موسكو، ضواحي موسكو على بايكونور منصة الإطلاق، قبلها بأسبوعين وصلنا هناك عزل طبي، يعني ما حد يعني حتى عيالك كنت اشوفهم وراء زجاج تفاديا لنقل اي امراض لك بعدين تنقلها للطاقم اللي في المحطه. نعم. هذا جدا مهم. كنا يوميا يجلسون على كرسي دوار ويخلونا نلف 10 دقائق نلف في الكرسي الدوار. ليش؟ لان انت يوم توصل للفضاء الأذن الداخلية تفصل عندك، فيك نفس الإحساس اللي داش البحر أول مرة، صحيح. مش متعود، ولا يلعب في الألعاب، أو حتى يطير الأول، أو يطير أول مرة، فأتيك هاي يعني مثلاً عدم الراحة هذه، فلازم أنت طبعاً أنت في الفضاء ما ماشي مجال ترجع، يعني زين تأخذ أدوية صح، ولكن في حالات يعني صعبة جداً رجعوهم فترة مرة واحدة استوتي، ولكن لازم تكون جاهز لهاي الأمور كلها يعني، فالتدريبات هاي. كنا ننام على السرير يعني مدة ساعة رأسنا نازل شوية تحت، يعني تقريبا 45 درجة نازل. ليش؟ لأن في الفضاء ما في جاذبية، فبانعدام الجاذبية يستوي شيء يسمونه نحن الفلويد شيفت، يعني نقل في السوائل في جسمك تتخربط. نحن الجاذبية تسحب دمك تحت. نعم. يوم ما في جاذبية المخ لا إراديا أو الجسم لا إراديا يسحب الدم مرة ثانية يرجع فوق. فعشان شيء تشوف رائد فضاء في أول مهمة له في المحطة أول يومين بتشوفه شوية يسمونهم البافي فيسز، يعني شوية الوجه يكون يعني مثل المزتشم أو شوية انتفاخ فيه. نعم. لأن السوال ترتفع فوق. ترتفع السوال. فهذه فيها تأثيرات سلبية على رائد الفضاء، منها الصداع، منها الضغط اللي يستوي في العين وعادي يأثر في النظر على المدى البعيد وأنت في المحطة. ثالث شيء يعني حتى الذوق والاكل ما نطعمه فوق. لان مثل المزج نفس الاحساس يعني. نعم. فيوم تاكل ما تطعم الاكل، ولكن مجبور تاكل سعرات حراريه معينه يوميا ويراقبونك. فاي شيء تاكل تدخله في النظام ويطالعون الدكاتره على الارض ويراقبونك. التدريبات الرياضيه جدا جدا مهمه، لان في المحطه فوق ما في جاذبيه، ما تمشي معناته. اذا ما تمشي ما في ضغط على العضلات والعظام في الجزء السفلي من الجسم. معناته يستوي عندك فوق شيء يسمونه اللي هو شاشة العظام وضعف وضمور في العضلات. فيوميا نحن في المحطة مطلوب علينا نتدرب من ساعتين لساعتين ونص في أجهزة مخصصة في الفضاء في المحطة لهذا الشيء. طبعا هذه الكواليس اكيد ما كانت سهله، ولكن هي مو مستحيله. طبعا احنا متواصلين معك في هذا اللقاء رائد الفضاء هزاع المنصوري، ولكن بعد هذا التقرير اذا تسمح لنا. مشاهدينا، أقيم في مملكة البحرين منتدى الفضاء الدول السادس، حيث يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان الفضاء كعامل تغيير في الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية في المنطقة. خلونا نتابع هذا التقرير. منتدى الفضاء الدولي واللي هو ينظم بالتعاون مع وكالة الفضاء الإيطالية وأيضا الاتحاد الدولي للفضاء،
وايضا شفنا المشاركه الكبيره اللي هي يفوق ال 110 مشارك من حوالي 16 دوله، بالاضافه الى اكثر من 20 وكاله متخصصه في قطاع الفضاء. لا شك ان المنتدى راح يناقش امور كثيره مهمه، ومن ضمنها اللي هو الفضاء كعامل مؤثر فعال في عمليه التنميه الاقتصاديه. راح تكون في هناك ثلاث محاور رئيسيه راح يتطلق لها المنتدى، منها اللي هو استكشاف الفضاء، ومنها مراقبه الارض، وايضا هناك سياسات الفضاء، وراح يتطرقون ايضا لافضل الممارسات الدوليه المعموله بها سواء على المستوى الاقليمي او الدولي في هذا الخصوص. لا شك ان احتضان مثل هذا المنتدى، وهو اللي يعقد للامانه لاول مره في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا، يدل دلالة كبيرة على ما وصلت لمرحلة مملكة البحرين من مرحلة متقدمة في هذا المجال، وأيضا يعني مرة ثانية يؤكد على دائما نجاح البحرين في احتضان مثل هذه المؤتمرات الدولية اللي في الواقع يعني تتيح المجال إلى تبادل الأفكار والرؤى، وأيضا إلى تنمية الموارد البشرية الشابة في مملكة البحرين، اللي ولا شك انه راح ينعكس ان شاء الله على ادائهم وتطورهم في المستقبل في هذا المجال الهام ان شاء الله. سعيد بتواجدي اليوم للمشاركه في منتدى الفضاء الدولي 2024 فصل دول مجلس التعاون. ارفع الحقيقه اسم ايات التهاني والتبريكات للقياده في مملكه البحرين على هذا المؤتمر الهام، على المكان الرائعة التي وصلت إليها ولله الحمد مملكة البحرين. خلال شهرين من الزمان رأينا فعاليتين إقليميتين ودوليتين، الأولى كانت القمة العربية في المنامة، والآن منتدى الفضاء الدولي. خلال فترة قياسية تبارك الرحمن تقريبا شهر ونص شفنا فيها الترتيب الرائع والمكانة الكبيرة التي تحظى بها مملكة البحرين على كافة الأصعدة. طبعا نحن اليوم فخورين جدا بانعقاد النسخة السادسة من منتدى الفضاء الدولي في مملكة البحرين. هذه أكبر منتدى تعقده منظمات الملاحة الفضائية الدولية في خارج أوروبا، والحمد لله استضافيناه لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مملكة البحرين. واللي يميز هذا اللقاء أن في تفاعل خليجي كبير مع هذا الاجتماع، إضافة إلى ذلك أن اليوم سعدنا بوجود معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون، والذي كلمته تناولت جوانب المستقبل لقطاع الفضاء في المنطقة، وهي طبعا يؤسس لانطلاقة جديدة لقطاع الفضاء سواء كان الحكومي أو الخاص في هذه الجزء من العالم. التكنولوجيا خلنا نقول أو المشاريع المستقبلية في الفضاء، شاركنا الحضور مع زميلي هزاع المنصوري في جلسة حوارية أطلعناهم على المهمات الإماراتية في محطة الفضاء الدولية والمستقبل المهام هذه وليش نحن نروح الفضاء. حقيقة الفضاء مشروع جبار لكل الدول تستثمر فيه تقنيا وعلميا، وفرصة للنشأ أنهم يطلعون على المستقبل في كل مجالات، في الاقتصاد، في الوظائف اللي ممكن يسعون لها في المستقبل، شو الأشياء اللي ممكن تنفعهم من ناحية وظيفية. فاليوم كان حقيقة لقاء مثمر، إن شاء الله زيارتنا هذه لن تكون الأخيرة، ونتمنى إن شاء الله أن نستمر في النشاط هذا ليدعم النشاط الخليجي في الفضاء بشكل عام. ورجعنا لكم مشاهدينا، ما زلنا متواصلين في هذا اللقاء الاستثنائي مع هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي يتم إرساله إماراتي، بالتأكيد يتم إرساله إلى محطة الفضاء الدولية. سعيدين ومتشرفين بهذا اللقاء. على طاري التقرير ويعني ندوة الفضاء كمركز للتغيير في الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية، عنوان مهم. هذا المنتدى يقام في دورة السادسة على أرض مملكة البحرين، وبالتأكيد احنا حابين نعرف من خلالك يعني عن أهمية هذا المنتدى وهو يقام على أرض عربية.
بلا شك المنتدى هذا جدا جدا مهم، لانه يربط بين صناع القرار نقدر نقول عنهم الاشخاص المعنيين في هذا المجال. نعم. ويخلي بينهم حلقه تواصل. نعم. فاليوم نحن نشوف مملكه البحرين مثلا بهيئه الفضاء، وكاله الفضاء البحرينيه. نعم. تستضيف هذا المؤتمر او الوطنيه لعلوم الفضاء. نعم. فجدا جدا جدا مهم ان نحن يعني نطلع الجمهور عليه. اليوم صراحه يعني كنا سعداء بتواجدنا في الندوه، وشفنا التفاعل الكبير بين الدول المختلفة خاصة في المنطقة، واهتمامهم بمجال الفضاء. مجال الفضاء جدا جدا مهم، يعني يلهم الأجيال. ويعكس هذا الإلهام نشوفه نحن في المجالات الأخرى الصناعية، التجارية، الدبلوماسية، الفضاء تنعكس على الدولة بشكل خاص وعلى المنطقة بشكل عام عن طريق مجال الفضاء. جميل. فصراحة سعدنا أن نحن شاركناهم تجربتنا الفضائية في المهمتين وأهمية الفضاء للمنطقة طبعاً. نعم. يعني ذكرت جملة حلوة واللي هي أن مجال الفضاء جداً مهم وفي مصدر إلهام من هذا المجال. في واحدة من الصور اللي نزلتها في الانستغرام كتبت You are next، أنت التالي. شنو الرسالة اللي حاب إن أنت تلهم فيها متابعينك من خلالها، من خلال هذه الصورة بالتحديد؟ هذه الصورة أنا صراحة وايد أحبها لأني لابس بدلة الفضاء، بدلة. نعم. المشي في الفضاء خاصة. نعم. هذه البدلة يعني كانت بالنسبة لي شيء مستحيل أن يحصل. نعم. ولكن اليوم هو واقع. وزن هاي البدلة 160 كيلو. ما شاء الله. إيه يعني نحن نتدرب في هيوستن. نعم. في جونز سبيس سنتر هناك. تحت الماء 6 ساعات متواصله بالبدله هذه ب 160 كيلو. ب 160 كيلو تلبسها يشلونك بالكرين ينزلونك في الماء في اكبر بركه في العالم. نعم. مغمور تحتها جزء كبير من محطه الفضاء الدوليه. انزين. ونتدرب لمده 6 ساعات. نحن نسميه استير في الفضاء، ولكن ابدا ما نمشي في الفضاء. نعم. كله بايدينا. فتحدي جدا صعب، ودائما يعني هاي يمكن اشوفها انا من احلى اللحظات في تدريبي اني البس البدله هذه. نعم. زين. من الساعه 9 الصبح لين الساعه 3 الظهر مره واحده هي متواصله تحت الماي واعمل. نعم. يعني احس اني يعني تخيل نفسي باكر انا في الفضاء وقاعد اعمل اسوي صيانه للمحطه من الخارج. يو ار نكست يعني انت التالي، يعني اي شخص عنده هذا الحلم بيوصل ان شاء الله. يعني رساله هي لكل. نعم. شخص. نعم. عنده هذا الشغف وعنده هذا الحلم بتوصل ان شاء الله. جميل. اذا عندك الطاقه الايجابيه انك توصل. نعم باذن الله. التجارب على اختلافها تنطوي على مواقف انسانيه، مواقف طريفه، مواقف مؤثره، وبالتاكيد يعني هذه الرحله ما خلت يعني من شيء من هذه المواقف. هل هناك موقف معين يريد هزاع المنصور انه هو يتكلم عنه يشاركنا فيه؟ والله مواقف كثيره صراحه اتذكر يعني. إيه؟ في مهمتي انا يعني دائما كنت ممكن اقول في اول يومين كنت بشوف دوله الامارات، كل ما صادف اخطف فوق دولة الامارات يكون عندي لقاء حي مع 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 الاخوان في فما كنت اقدر الحق يعني. فاتذكر يعني توني بسير انام يقول لي واحد من زملائي في رواد الفضاء قال لي كم هي رزعه وانا شوي سمثينج. واول مره يعني اللقطه او اول لقطه اشوف يعني او اول صوره لدولة الامارات اشوفها وانا في المحطه كانت في ثالث يوم، كانت منظر ليلي جدا جميلة صراحة. كوكب الأرض يمكن من أجمل الأشياء اللي نستمتع في النظر له. مفارقة عجيبة صراحة، نحن كبشر وإحنا على الأرض نطالع النجوم ونطالع الكواكب الثانية، ولكن كل رواد الفضاء يوم يوصلون محطة الفضاء الدولية واللي وصلوا القمر صوروا الأرض. نعم. وحبوا منظر الأرض من الفضاء. كانوا شغوفين ب بالتقاط الصور. نعم. نعم. طبعا دائما تشوف الارض انت في النهار ما يعني تحس انه ما فيها بشر غير مأهوله، يوم تصل لليل تشوف الاناره والاضواء تكتشف انه يعني تحس انه في بشر هناك، وتستوعب ان
كل شيء على كوكب الأرض ممكن أحيانا نشوفه نحن يعني شيء بسيط، الجاذبية، الماء، الأكسجين هذا اللي نتنفسه بلاش. نعم كبيرة. نعم نعم، مع أنها يعني يومية ولكن إحنا ما نحسبها. نعم. في المحطة نعم. كل شيء محسوب بالملي، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، الرطوبة في المحطة، درجة الحرارة، كل شيء من 1998 ولحد الآن على مدار الساعة يراقبون الناس يوميا وأبدا يعني ما يغفلون ولا ثانية. نعم. فنعم كثيرة يعني فكنا صراحة وايد وايد يعني يسمونه رواد الفضاء الأوفر فيو إفكت، أنك أنت تكون في المحطة وترجع وتستوعب المنظر اللي شفته من فوق وترجع بمنظور مختلف، منظور امتنان للكوكب، للبشر، للناس، ودائما تحرص انهم يحافظون على هالكوكب. نعم. ممكن مو بنا نحن ولكن الاجيال القادمه، الاجيال القادمه. في مجال الفضاء والمهمات الفضائيه المهوله بالتحديد فتحت عيوننا على يعني اشياء كثيره يمكن نحن ما كنا مستوعبينها وما كنا ما كان عندنا الاطلاع عليها. نعم. اليوم الحمد لله 4 رواد فضاء في دوله الامارات، 4 نعم. رواد فضاء في المملكه العربيه السعوديه، الزخم قام والحراك في أشده يعني، فجميل جدا. هي ثقافة الآن بدأت تتكرس في محيط الخليجي. الحمد لله. كابتن احنا نستأذنك، عندنا تقرير وراجعين. مشاهدينا، استضافت جامعة البحرين لقاء مع رائدي الفضاء الإماراتيين معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب، وهزاع علي المنصوري مدير مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء في قاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة، بالتعاون مع سفارة الإمارات العربية المتحدة بالمنامة ومركز محمد بن راشد للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، بحضور سعادة سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء للحديث عن إنجازاتهم والتحديات التي واجهوها والرؤى المستقبلية التي يسعون لتحقيقها. خلونا نشوف هذا التقرير وراجعين. مشكورين على الاستضافة. أنا اليوم سعيد أني موجود في جامعة البحرين واستمتعت صراحة بالحديث والكلام والإجابة عن تساؤلات الطلبة. ذكرتهم أنا في يوم من الأيام كنت طالب مثلهم، أحلام كبيرة وين وصلنا اليوم. ركزنا على الجد والاجتهاد، التركيز على الستيم إدوكيشن اللي هي العلوم التقنية، الهندسة والرياضيات. هذه أشياء راح تفتح لهم المجال إن شاء الله أنهم يسعون لحلمهم المستقبل بكل أريحية. هي رسالة واضحة وصريحة، هي رسالة تحفيزية للشباب البحريني بأن ما في شيء مستحيل. ولما احنا يعني نستضيف رواد فضاء واللي هو يعتبر فرونتير، لا ما يعني لحد الآن ما عندنا رائد فضاء بحريني، بس مو معناته انه مستحيل. فهو في النهاية اليوم شفنا من تجربة رواد الفضاء الإماراتيين انه في يوم من الأيام كان حلم، وكان حلم انه في ناس كانت يعني تسخر منه، لكن اصبح حلم حقيقي لانه كان في إرادة. وبينوا لنا انه ترى هي مو حظ، هي بناء، هي إصرار، هي عزيمة، هي تعلم، هي شخصية، هي أمور كثيرة تكون مقوماتها أن تؤدي أن يكون أنا عندي رائد فضاء. فالحمد لله استفدنا من هذه التجربة اليوم، وإن شاء الله إن شاء الله يعني إحنا مو ما شفنا من ضيوفنا الكرام اليوم ما كانوا فقط فئة الطلاب الجامعات، كان في حتى عندنا أطفال، وإن شاء الله هذا استثمار في المستقبل. دائما نقول ما في شيء مستحيل، الواحد يشتغل على نفسه. قلنا لهم معادلة الحظ، معادلة الحظ يعني ما في حظ، الاستعداد وفرص. إذا أنت مش مستعد للفرص راح تفوتك. فنحن نركز على أنهم يسعون للتميز دائما وأبدا، أنهم يكونون على قد المسؤولية، يحافظون على القراءة والاطلاع وفهم وين حكوماتهم تريدهم يبرزون يعني. فهذا شيء إن شاء الله راح نشوف رواد فضاء مستقبليين من البحرين، من دول الخليج العربي. عودة لكم مشاهدينا لاستكمال حديثنا مع رائد الفضاء هزاع المنصوري. يعني سنوات طويلة وانت في أعماق السماء، وطبعا يعني تخوض في غمار أسرارها، كلمنا عن أجمل اللحظات. ممكن أجمل اللحظات ولحظة العودة، لأن تحس أنك أنت أنجزت. نعم.
تحس ان انت المهمه اللي كانت على عاتقك اليوم انت انجزتها، اليوم انت قاعد تجني ثمارها. اجمل شيء يوم اروح المدارس، نعم، واشوف عيون الاطفال تغيرت، الامانه تغيرت. لو ترجعون في الزمن في دولة الإمارات 8 سنوات، نعم، قبل تسألون أي طالب في المدرسة شو تبى تكون يوم تكبر، ممكن من 10 يك واحد يقول لك باستيراد فضاء. نعم. ويقولها مش بحماس. اليوم 10 يقولونها كلهم بحماس، باستيراد فضاء. جميل. باستيو سلطان النيادي، باستيو هزاع المنصوري. مسؤولية كبيرة صراحة للأمانة. صحيح. ولكن نفخر يعني. نعم. دائما يعني أنا أقول الأطفال هذيل أقول لهم اسعى وراء الحلم اللي منكم باستيراد فضاء، هذا الشيء ممكن. مجرد أنك أنت بديت بالحلم فقط يعني حاول تسعى له. نعم. تتميز وتوصل بإذن الله. نعم. فدائما يعني المردود اللي حصله من الطلاب هذا أكبر إنجاز يعني بالنسبة لي. جميل. يعني أنتوا اليوم أصبحتوا جزء من التاريخ الحديث وجزء مضيء من التاريخ الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة ومصدر إلهام للأجيال القادمة. بس أنا عندي سؤال إذا سمحت لي. يعني إحنا نتكلم عن طيار والآن رائد فضاء، متى ارتبك هزاع المنصوري؟ لحظة ارتبك فيها هزاع المنصوري؟ صراحة يمكن من اللحظات اللي خاصة في المجال هذا اللي بديت فيه، أول ما وصلت المحطة نحن نتدرب كرواد فضاء تدريبات كثيرة، ولكن في شيء ما نقدر نتدرب فيه بطريقة يعني صحيحة. نعم. هي محاكاة انعدام الجاذبية. في تدريبات على محاكاة انعدام الجاذبية ولكنها 30 ثانية فقط، اللي يسمونها البارابوليك فلايت. نعم. مجرد بس 30 ثانية تحس بانعدام الجاذبية، ما يمدي لك لما تسوي شيء خلاص وقف. نعم. ولكن أول ما وصلت الفضاء ودخلت المحطة سبحان الله حسيت أني طفل قاعد يتعلم يمشي. لا يا الله. يعني ما تقدر تمشي خلاص انت تطفو. الحركه هذه كان فيها نوع من الربكه، مخك والنظام التوازن فصل. نعم. الشيء الوحيد اللي يقول لك وين فوق وتحت عيونك، منظم يعني شيء مختلف يعني. فانت قاعد من البدايه تتعلم كيف تتحرك. فتذكر يعني كنت اول يوم ما نمت يعني كنت متحمس في المحطه، فأحاول يعني خلاص لازم أتعلم أتحرك. نعم. فكنت أقول لرائد الفضاء الروسي أقول له كيف يعني كيف تتحركون؟ قال سبحان الله الجسم مع الوقت يتعلم، لكن لازم تسوي هالطريقة وهالطريقة عشان أتحرك. وشوفنا قوانين الجاذبية البسيطة هاي مثل أو قانون الفيزياء اللي هو قانون نيوتن لكل فعل رد فعل، يعني شفناه على أرض الواقع. نعم. يعني قاعد أشوف أضغط بس لمست بس الأطراف المحطة أتحرك وما أوقف. فكيف يعني تستوعب تقول يعني شو هاي الأشياء اللي يعني يمكن نحن كنا ندرسها والحين نشوفها تحصل نعيشها ونشوفها يعني. فدائما الفضاء يعطينا هذا المنظور المختلف، وعشان كذي نحن نروح الفضاء لأنه ما في جاذبية. فانعدام الجاذبية يعطينا يعني بيئة مختلفة للعيش. وايدين يسألون ليش أنتم تسكنون الفضاء؟ ليش تدفعون هالمبالغ؟ نقول لهم العيش في الفضاء يعطينا هذا المنظور المختلف، انعدام الجاذبية يخلينا ندرس أشياء ما نقدر ندرسها على الأرض. نعم. أدوية تم صناعتها في الفضاء لأنه ما في جاذبية. حاليا يقومون بصناعة أو طباعة طابعة ثلاثية الأبعاد في المحطة، ما تطبع أشياء، تطبع أعضاء بشرية، تطبع غضروف للركب. نعم. حاليا موجودة في المحطة. يعني تخيلوا انتم في المستقبل هم يبون يطبعون قلب كبد. جميل. ينقلون هذا الشيء للناس المحتاجه. نعم. فبيئه الفضاء تعطينا هذا الشيء. صحيح. يعني دائما من اسمى المعاني اللي يعيشها كل انسان انه هو يمثل بلده باجمل الصور وابهى الصور. اليوم انت كاول رائد فضاء اماراتي كنت سفير يعني طبعا للامارات العربيه المتحده وسفير للخليج والوطن العربي ايضا، ولكن في الفضاء. فكلمنا عن هاجسك الاكبر شنو؟ هاجسي الاكبر دائما انا يعني حلمي اني اشوف دولنا العربيه
يعني تسعى أكثر في مجال الفضاء. اليوم نحن شفنا المبادرات في دول الخليج جدا جميلة المبادرات. يعني الإنسان الأشياء اللي ما يدخل في خضامها اللي صحيح. ما اللي ما يجربها يشوفها صعبة. نعم. وهذا الإحساس اللي حسيناه بنحن يوم بدينا هذا المشوار. أنا وزميلي سلطان بعد ويانا نورة مطروشي وردة فضاء ومحمد الملة رواد الفضاء الإماراتيين. ولكن يوم دخلنا في خضام التدريبات هي صعبة صح، ولكن نقدر، وأي شخص يقدر يسويها إذا كان عنده الرغبة في أنه يتميز ويعمل في هذا المجال. دائما هاجسي أني أوصل لكل دولة عربية، لكل طالب ولكل مدرسة ولكل جامعة في الوطن العربي. جميل. لأن يوم أنا طفل ما حصلت هالشيء، ما حصلت رائد فضاء. نعم. أي لسيا وحاورة. اليوم هالشيء موجود. موجود. عندنا رواد فضاء. صح في رواد فضاء من دول ثانية، ولكن كنت تشوف رائد فضاء من وطنك. عربي. يتكلم لغتك، اللغة العربية. مختلف جدا. أكيد. جدا جدا مختلف. نعم. يعني. كأثر صحيح. كأثر على هذا الأطفال. نعم. ودائما مجال الفضاء وأنا حسيت بهذا الشيء وشوف مكتوب في التاريخ. نعم. إيلون ماسك، جيف بيسوس، هذيلا هم والدين اليوم هم بايونيرز في موضوع الفضاء. صواريخ، أقمار صناعية. نعم. ومختلف المجال. نعم. في مجال الفضاء دائما في سيرتهم الذاتية يتكلمون يقولون نحن شفنا رواد الفضاء نيل أرمسترونغ، شفنا الإطلاق وشفنا أبولو. نعم. وهذا اللي خلانا ندخل هالمجال. نعم. نحن إذا قدرنا نصنع إيلون ماسك واحد في الوطن العربي بس يعني انجزنا انجاز كبير. قادرين باذن الله. والبركه في اهلنا. قادرين. وانتم يعني انتم كافراد دليل اليوم، كدول دليل. يعني احنا لله الحمد على المستوى الخليجي اليوم احنا قادرين باذن الله. نعم. والوطن العربي. نعم. من هو عراب هزاع المنصوري؟ من هو القدوه؟ من هو الملهم؟ من هو المحفز؟ والله صعب يعني أنا أشير بالبنان لشخص معين، ولكن دائما أنا عندي شخص يعني في كان هو مدرسي يعني في القوات المسلحة، كان معلمي، كان قائدي، وسبحان الله من الأشخاص اللي قبل لا أبدأ المشوار هذا سألته وشاورته. نعم. قال لي كلمة جميلة صراحة، قال لي هزاع روح بيختارونك. يعني مقدار الثقة يعني تخيل. نعم. الشخص يقول لك هالشيء. شاف فيك أموره. فأعطاني دافع كبير يعني، وقدم لك أكبر تحية. خالد الجابري فكان جدا جدا طبعاً. يعني هذا الشخص أعطاني دافع يعني، وهو أعطاني يعني الكثير من الدعم في مشواري اللي قبل استيراد فضاء. نعم. في مجالي السابق وخلاني أتميز. فسبحان الله دائما الناس يعني في مشوارك أنت تحصل الناس يعني يعطونك هاي الثقة. نعم. نعم. وأنا يمكن أقول عن نفسي محظوظ يعني، أنا يوم أنا صغير يعني والديني ما قصروا حطوني الثقة هذه، بعدين كبرت وبعدين حصلت الناس اللي من حولي تدعمني. دائما أنت كشخص أو أي شخص فينا هو مجموعة من الناس من حوله. نعم. يعني شخصية تتكون على الناس اللي من حوله. صحيح. فدائما أقول للناس دائما أعرف من تجلس مع منه. صحيح. الكلمات هذه سلبي بتكون البصمة سلبية. صحيح. كان إيجابي. صحيح. وهذا جدا إيجابي. جدا مهم. طبعاً. الحديث منطوقك، كلامك مع الناس. أحسنت. تفكيرك مع نفسك. نعم. شو تقول لنفسك أنت بيخليك أنت شخص جدا جدا مختلف. دائما اليوم أقول للطلاب أقول لهم بخبركم معادلة الحظ، كنت أقول لهم اللي قالها زميلة سلطان، فقلت لهم دائما يقولون أنتم محظوظين، أقول لهم نحن مش محظوظين، بعد توفيق رب العالمين نحن اجتهدنا، اشتغلنا على عمارنا. جت الفرصة وقدمنا. أحسنت. فدائما أي شخص يبي يتميز تبى تصنع الحظ نفسك، خليك جاهز، اصنع أملى فراغك بالأشياء المهمة والأشياء اللي بتستمتع فيها وبتفيدك في نفس الوقت، يعني الفرص بتي بتكون. نعم. انت جاهز لها. التفوق في الدراسة. نعم. بغض النظر عن طبيعة وشكل والمجال اللي أنت فيه. نعم. أن تكون متفوق من البداية أتوقع. بلا شك. أحسنت. السعي يعني هي بداية السعي أكيد. نعم. تبتدي بمراحل الدراسة. ويعني في أغلب الأجوبة لاحظت أن أنت ذكرت الأطفال وذكرت الجيل الجديد. اليوم حابين أن أنت كملهم لفئة كبيرة من الشباب والشابات، الأطفال بمختلف يعني توجهاتهم واختياراتهم في يعني الاختيارات المستقبلية لهم، أنت اليوم ملهم لهم، فشنو الرسالة اللي توجهها لهم من خلال هذا اللقاء؟
بلا شك دائما انا اقول للاطفال اقول لهم لازم تذكروني اللي منكم يوصل الفضاء بعد 40 سنه يقول انا شفت هزاع وارتقيت فيه ويمكن هو كان السبب. وان شاء الله يعني بهذيك الفتره انا بكون يعني مستمع له وان شاء الله بيكون لها اكبر مردود لي صراحه. دائما انا اقول للشباب والجيل يعني القادم في ثلاث اشياء لازم تركزون عليها يعني تنميه الروح والجسد والعقل. جميل. انزين الروح يعني بلا شك بديننا الحنيف اللي وعاداتنا. الجسد انك انت تنمي قدراتك البدنيه بلا شك ان هذا جدا جدا مهم. بينفعك انت كشخص يعني. قدراتك العقليه لازم تنميها بالعلم. ما في شورت كات، ما في طريق مختصر يعني. اذا انت عندك هاي الثلاث امور بلا شك انت عندك مفاتيح امور كثيره في الحياه. صحيح. يعني لنفسك واللي من حولك بتكون شخص مختلف، شخص مجتهد. دائما الاطفال اقول لهم ركزوا على ثلاث امور بتشوفون يعني الاشياء يعني مختلفه من حولكم. جميل. انزين دائما في حياتك انت بتشوف ناس سلبيه وناس ايجابيه. نعم. لك الخيار في اختيار لمن تسمع. نعم. انزين الله يحفظهم عيالي في البيت يعني من كثر يعني خلاص هم في البيت فمتعودين على ابوهم يعني خلاص. صحيح. يعني انا رائد فضاء ولكن في النهايه انا اب. صحيح. فاتذكر يعني ولدي الصغير اصغر واحد الله يحفظه في المهمه الاولى ما بعد ما كان مستوعب كان عمره سنتين. فيوم كبر الحين يشوف الصور يحاورني يقول لي بابا انا بستي رائد فضاء. أبا يعني جميل هالحوار. اليوم عندنا في المنطقة يوني يسألوني أنت كيف تأكل هزاع فوق؟ كيف تعيش؟ العيشة في الفضاء جدا جدا صعبة. يعني حتى نحن يوم ننام تكلمنا قبل خلف الكواليس عن الموضوع هذا. يعني تحديات كبيرة. يعني أنت لازم تنام في المحطة في كيس نوم سليب باك تسكر على عمرك بالمش باك هذه بالشبك عشان ما شيء يدخل في مجرى هواي في مروحة تنفخ عليك. يعني أشياء كثيرة فيها تحديات. نحن مش مصنوعين كبشر يعني مخلوقين ان نعيش في بيئه انعدام مهيئين لهذا الشيء. صحيح. وبس ممتع جدا جدا ممتع انك يوم ترجع تحاور الاطفال تحاور الصغار تحاور صناع القرار وتقول لهم ما في اجمل من الفضاء. الفضاء له مردود على جيلنا على وطننا على شعبنا على وطننا العربي. نعم. واغلب النجوم مسماه بأسامي عربية. نعم صحيح. صحيح ولا لا؟ فنحن كنا السباقين في مجال الفضاء. صحيح. وإن يعني عندنا أسبقية. زين ونقدر نعطي ونقدر ننجز. والبركة في الشعب العربي يعني عندنا القدرات عندنا الناس اللي يقدرون يوصلون. نعم. يعني كانت حلقة ممتعة. أكيد. إحنا مشاهدين قدمنا نموذج اليوم يأكد حقيقة بأن الإنسان العربي قادر على أن يذهب إلى أبعد مدى ومن خلال أي مجال من المجالات العلمية. والدليل هزاع المنصوري. نعم. مع حفظ الألقاب رائد الفضاء العربي الإماراتي هزاع المنصوري. كل الشكر وكل التقدير وكل الامتنان لك. أشكر يعني صدق. الله يسلمك. مشاهدينا احنا اعتقد وصلنا خلاص للختام. مشاهدينا احنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. نشوفكم باكر في نفس الموعد في امان الله.